ما كيديروا والو، كيحشمونا وصافي، كيخسروا عليهم الفلوس وغاديين جايين، يخسروا عليهم ميزانيه صحيحه وما كيديروا حتى شي نتيجه. حنا بغيناهم، وبالنسبه لذاك اللاعب زياش راه عبروا عليه، لانه ضيع بيلانتي ديال التاهل ذاك الوقت، عقلت على ذاك مع كوت ديفوار ولا ما نعرف. ايوا هذا هو النظريه ديالي انا، الله انا كنبغيوهم، كنبغيو الوطن ديالنا، انا بغيتهم يربحوا مع طبيعه الحال. الا زيروا راه عندهم المجموعه سهله، راه خصهم راه الغانا غلبات الجزائر 3-0، هذا هو اللي كاين. غينتصر، خصو غير يكون هو ناوي ينتصر، ينتصر هي ماشي بقات في اللعب، بقات في العقل. الا هو ينتصر، ينتصر خطا لا كانوا شي معاقبين راه تيهتزم، ولا كانوا بغاو يلعبوا يلعبوا يربحوا يربحوا. حنا كجمهور مغربي كنحبوا الكره وكنحبوا الفريق الوطني ديالنا، وبغينا المواهب ما يتخلاوش عليهم، وبغينا اللي عنده الروح في الفريق الوطني مرحبا به، اللي ما عندوش اعطى الله المواهب. وبغينا الاطر الوطنيه اللي هي تسير البلاد ديالنا، كما شفتوا العديد من البلدان كيوصلوا للنهايات بسبب اطار وطني ديالهم، وهذا الشيء حنا الفريق ديالنا حتى الموت. دايرين بان بحال دابا عندنا امل كبيره فاش يدوز للدور الثاني، ولكن ما بغيناش غير ندوزو للدور الثاني، سنين وحنا عينا بهذه القضيه ديال الدور الثاني، فوقاش حنايا نفوزوا حتى حنا باللقب الافريقي، 75 ما خديناه. اجيال دازت واجيال وما درنا حتى حاجه، زعما سنا ما كرهنا زعما هذا الشعب هذا يفرح شي شويه ونديو كاس افريقيا، والله ما، ولكن الغالب الله. نطلبوا من الله ان ما يخيبوناش ويفرحونا، وهذا الشعب هذا سو شي فرحه، سو شي فرحه، خصنا نفرحوا اخويا الصراحه، خصنا نفرحوا. واخا كاين منافسه قويه من فرق كبيره، ولكن حتى حنا اخويا راه عندنا لاعبين، عندنا زعما عندنا الامكانيات اللي نديو هذا الكاس هذا. الفريق الوطني يفرح البلاد ويفرح المغرب، وان شاء الله يزيد لقدام في البطوله ويجيب لنا الكاس، علاش لا، مرحبا به. وكنقول لي دخل بكري شي شويه اللاعب ريان، شي شويه بدا يدخلوا بكري، ما يخليش في الدقيقه 70 ولا 60، راح يتجور معتبر. نتمنى من هذا يعني من هذا اللاعب يعني يلعب ويشجع، يعني حنا كنشجعوها باش يعني المغاربه باش يغلبوا ويكونوا في المستوى ويزيدوا القدام، ما يبقاوش ديما اللور اللور، فهمتي؟ اخي الزلزولي ماشي ما بغاش يلعب مع المنتخب، الزلزولي بغى يفرض راسه في البارسا باش يلعب يشد البلاصه ديالو في فريق برشلونه، وهضر مع المسؤولين، وحتى السي القجع راه هضر بان قال لك بان الزلزولي ماشي رفض، ولكن غير دابا بغى يشد الرسميه ديالو في فريق البارسا، يعني عاديه، هذه مساله عاديه. هذاك ديالو دبر راسو، حنا مالنا، حنا نبقاو تابعين. هذا ما بغاش يلعب، لا يلعب، اللي بغى يلعب راه غيربح، واللي ما لعبش راه غيربح، كي يلعب كي ما لعبش غيربح، غيربح بالمنتخب راه غلب، واخا ما لعبش، وغادي تبقى له في عقله تاريخيه.